وقفنا اليوم مع مختلف الشركاء بما فيهم ميناء وهران، إن كانت هناك فعلا يعني بعض العراقيل أو بعض الأمور للوقوف على حلها وإيجاد حلول لها في أقرب الأجال، وإن تحتم الأمر سوف تكون هناك مساحات خارج ميناء وهران لجعل حركة الحاويات تنتقل من ميناء وهران خارج ميناء وهران إلى هذه المناطق، مناطق طبعا تحت الرقابة الشمركية لتخفيف الضغط على ميناء وهران.